السلام عليكم. تغلف الأوعية الدموية بطانة غشائية مكونة من طبقة من الخلايا التي تكون على السطح الداخلي للأوعية الدموية من شرايين وأوردة وأوعية وأوعية الجهاز اللمفاوي. البطانة الغشائية تكون ملساء وتسمح بمرور الدم على سطحها بسهولة. تتكون البطانة الغشائية من طبقة واحدة من الخلايا الملساء، وتعمل البطانة كحاجز مادي بين الدورة الدموية وجدار الأوعية الدموية. والحفاظ على بطانة غشائية سليمة يحافظ على الصحة ويؤخر الشيخوخة. والخلل في البطانة الداخلية يؤدي إلى حدوث ضعف في وظيفتها. هذا الضعف تتشكل عوائق داخل الأوعية الدموية والشرايين، فتقلل من معدل سريان الدم في الشرايين، وتقلل من وصول الدم إلى بعض الأعضاء كالكلى والكبد والدماغ، فيكون تأثيره على الصحة العامة سيئاً. عندما يتراكم الكوليسترول خلف البطانة تتصلب الأوعية الدموية وتضيق. البطانة التي تتكون في العادة من أكثر من تريليون خلية بطانية هي عضو مسؤول عن الحفاظ على تدفق الدم بسلاسة لجميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي تلف البطانة الداخلية إلى مشاكل صحية مختلفة مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب. والبطانة الداخلية هذه تبطن جميع الأوعية الدموية والأوعية اللمفاوية، بما في ذلك الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية والشعيرات اللمفاوية، مما يوفر منصة توفر الدم لكافة الأنسجة في الجسم. تلعب الخلايا البطانية دورا حاسما في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية. عندما تكون هذه البطانة الداخلية في حالة جيدة، فإنها تضمن بقاء الأوعية الدموية مسترخية ومفتوحة، مما يسمح بتدفق الدم بسلاسة. هذه الخلايا البطانية قادرة أيضا على التكيف مع العوامل الداخلية والخارجية المختلفة. إنها تستجيب للضغط الذي يمارسه دمك على جدران الأوعية الدموية. إنها تستجيب أيضا للتوتر النفسي، مثلا يغير التوتر النفسي من ضيق واتساع الأوعية الدموية ومن عمل البطانة الداخلية. وحتى الأدوية التي تتناولها تصمم أحيانا للتأثير على عمل البطانة الداخلية. علاوة على ذلك، تستجيب الخلايا البطانية لديك لتغيرات في درجات الحرارة، وفي الطقس البارد تتسبب في انقباض الأوعية الدموية في أطرافك مثل ذراعيك وساقيك. يساعد هذا الانقباض على الاحتفاظ بالدم في قلبك والحفاظ على درجة حرارته. على العكس من ذلك، في الطقس الدافئ تتسبب هذه الخلايا في تمدد الأوعية الدموية، مما يسهل الدورة الدموية ويساعد في تبريد الجسم. بالإضافة إلى ذلك، أثناء التمرين تتوسع الأوعية الدموية في عضلاتك لتعزيز وتوصيل الدم والأكسجين. باختصار، تلعب البطانة دورا حيويا في ضمان وصول الدم إلى جميع أعضاء الجسم وأنسجة الجسم بغض النظر عن الأنشطة أو الظروف الخارجية. تعد السلامة الوظيفية للبطانة مكونا أساسيا رئيسيا لصحة الأوعية الدموية. أظهرت العديد من الدراسات أن الخلل البطاني يساهم بشكل كبير في تطور مرض القلب والأوعية الدموية الناتج عن تصلب الشرايين. ولذلك فإن تقييم وظيفة وسلامة بطانة الأوعية الدموية يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول المخاطر القلبية والوعائية للمريض وتطور مظاهر تصلب الشرايين. وقد أظهرت الأبحاث أن البطانة لها دور معقد، والبطانة تعمل كحاجز انتقائي وعضو نشط في التمثيل الغذائي، وتحافظ على توازن الأوعية الدموية عن طريق تنظيم توسع هذه الأوعية الدموية وأيضا تضييق هذه الأوعية الدموية. يتم التحكم في توسع الأوعية الدموية في المقام الأول عن طريق جزيئات مثل أكسيد النيتريك أو الناتريك أوكسايد، في حين يتم تنظيم تضييق الأوعية الدموية عن طريق عوامل مثل الإندوثيلين 1 أو الإندوثيلين 1 ET1، وهو ببتيد قوي مضيق للأوعية الدموية تنتجه الخلايا البطانية الوعائية. السيتوكينات هي بروتينات صغيرة تلعب دورا في التحكم في نمو ونشاط خلايا الجهاز المناعي وخلايا الدم الأخرى، وعندما يتم إطلاقها فإنها ترسل إشارات إلى الجهاز المناعي للقيام بعمله، فهي تثير نشاط جهاز المناعة. ويلعب الارتفاع المزمن للسيتوكينات دورا سلبيا في زيادة معدل الالتهاب في الجسم. ومن بروتينات الالتهاب أو سيتوكينات بروتين يسمى عامل نخر الورم ألفا TNF
ألفا، وزيادة هذا البروتين بشكل مزمن يلعب دورا حاسما في تطور خلل بطانة الأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. تتضمن الخطوة الأولى في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية ضعف في سلامة وظيفة البطانة الداخلية، وعند التهاب الأوعية الدموية يحدث الضرر بسلامة وظيفة البطانة وجدار الوعاء الدموي، ويسبب ذلك في النهاية تطور للعديد من الأمراض القلبية والوعائية. ويعد الالتهاب وليس الكوليسترول فقط السبب الكبير وراء حدوث الجلطات في الأوعية الدموية الملتهبة، لذلك فإن قمع أو خفض الالتهاب في الأوعية الدموية هو نهج حاسم في الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية وأيضا في علاجها. وتساهم أغذية تحتوي على الفيتوكيميكال بخفض معدل الالتهاب في الغشاء المبطل للأوعية الدموية، والفيتوكيميكال أو فيتوكيميكالز هي مواد نباتية ثانوية توجد طبيعيا في مختلف الخضروات والفواكه. فيتو تعني باليونانية نبات، وهي مسؤولة عن لون ورائحة ونكهة النبات، ولها فوائد في التغذية. يكفي القليل منها لكي يحظى الإنسان بصحة طيبة إذا ما حافظ على تناول خضروات وفاكهة طازجة. توجد تلك المواد في الطماطم والقرنبيط والكرنب، ثوم والبصل والفلفل الأحمر وكذلك الفلفل الأصفر والأخضر، وكذلك في الخرشوف وغيرها من الخضروات. كما توجد في أيضا في الفراولة وأنواع التوت المختلفة والمشمش والتفاح والموز والخوخ وغيرها من المركبات النباتية. وللفيتوكيميكال القدرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن للأسف فعاليتها العلاجية تتأثر بعدة عوامل بعد تناولها، بظاهرة وجود تفاوت كبير بين تركيزها العالي وتركيزها المطلوب في داخل الخلايا، وتوافرها البيولوجي المنخفض خصوصا من جهة أخرى في مجرى الدم. في دراسة حديثة كان الهدف منها معرفة ما إذا كان تناول مزيج من الفيتوكيميكال النباتية بمستويات معينة يمكن أن يكون له تأثير تآزري، تأثير مضاد الالتهابات التي تصيب الخلايا البطانية البشرية. واختارت هذه الدراسة مادة الكركمين التي توجد في الكركم، والتي تعد من أقوى مواد الفيتوكيميكال المضادة للالتهاب. واستخدمت الدراسة مادة أخرى تتوفر كمكمل غذائي، هي مركب الريزبيرترول. والريزبيرترول هو فيتوكيميكال طبيعي تنتجه العديد من النباتات استجابة للإصابة أو عندما يتعرض النبات لهجوم من قبل مسببات الأمراض لهذا النبات مثل البكتيريا أو الفطريات. ويوجد الريزبيرترول في قشر العنب والتوت والفول السوداني، ويساعد الريزبيرترول في منع تلف الأوعية الدموية وخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL المعروف أيضا باسم الكوليسترول الضار، ويمنع حدوث جلطات الدم. وتظهر بعض الأبحاث أن الريزبيرترول يمكن ربطه بانخفاض خطر التورم والتهيج المعروف بالالتهاب وتجلط الدم، ولذلك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومن أجل الحد من مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، من المهم مراعاة توفير مستويات من الفيتوكيميكالز بشكل كافي في مجرى الدم. ومع ذلك هناك فرق كبير كما قلنا بين تراكيز الفيتوكيميكال النباتية المستخدمة في خلايا الجسم أو التي تصل لخلايا الجسم والمستويات الموجودة من جهة أخرى في مجرى الدم بعد تناول جرعة منها من هذه الفيتوكيميكال عن طريق الغذاء. وعلى سبيل المثال تبين أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط، والذي يشمل زيت الزيتون والمكسرات والعلب الأحمر والبقوليات والفواكه والخضروات، يحمي بطانة الأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، على الرغم من احتوائه على 290 مادة كيميائية نباتية مختلفة. فإن تناول كل مادة كيميائية نباتية في النظام الغذائي للبحر المتوسط أقل بكثير من الكميات المستخدمة في الدراسات العلمية، لكن الأثر الفعال لهذا الغذاء رغم قلة تركيز مركبات الفيتوكيميكال فيه يفسرها أن التأثير المشترك
أو التآزري لمواد الفيتوكيميكال النباتية المتعددة في غذاء البحر الأبيض المتوسط وعند مستويات منخفضة ينتج عنه تأثيرات تآزرية، أي أن المركبات تساعد بعضها بعضا في أثرها المفيد للجسم. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن مجموعات قليلة من المواد الكيميائية النباتية يمكن أن تحسن بشكل تآزري حالات مثل هشاشة العظام والسمنة وسرطان الثدي. لهذا قامت هذه الدراسة والتي طبقت على الفئران باستخدام مكمل الريزفيرترول مع الكركمين بمعدل تركيز يشابه 500 ميلي جرام لكل كيلوغرام من الكركمين و200 ميلي جرام لكل كيلوغرام من الريزفيرترول، وكانت النتيجة أن انخفض إنتاج بروتينات الالتهاب مثل TNF ألفا بشكل ملحوظ، وانخفض التهاب الأوعية الدموية الناجم عن بروتين الالتهاب TNF ألفا، وظهر أن هناك تأثير وقائي للعلاج المشترك بالكركمين والريزفيرترول ضد التهاب الأوعية الدموية، وقد تم عن طريق خفض أو قمع مسارات الالتهاب. وتشير هذه النتائج وبقوة إلى أن المزج بين الكركم وبين المكمل الغذائي الريزفيرترول يوفر الحماية ضد التهاب الأوعية الدموية، وأن تناول الكركمين والريزفيرترول معا وفي نفس الوقت في النظام الغذائي أو تناول الأطعمة الغنية بهذه المركبات يمكن أن يكون استراتيجية عملية وآمنة لمنع التهاب الأوعية الدموية المسبب للجلطات وللأمراض العديدة كأمراض القلب. وبالتالي فإن المزج بين الريزفيرترول وبين الكركمين أو الكركم له أثر إيجابي على أمراض الأوعية الدموية وعلى أمراض الغشاء المبطل للأوعية الدموية. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا على المتابعة ومع السلامة.